أهلا. لا نزال نفهم بشكل كامل ما حدث في الأيام الأولى للكون، وهذا ليس مفاجئا نظرا لأننا لفترة طويلة كنا نفتقر إلى القدرة على مراقبة الأجسام على مسافات كبيرة، مسافات شاسعة لدرجة أن الضوء الذي نراه منها قد سافر لمليارات السنين ليصل إلينا. حتى وقت قريب لم تكن تلسكوباتنا قادرة ببساطة على اكتشاف الأجسام البعيدة. تغير هذا مع إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والذي يسمح لنا الآن بمراقبة المجرات على مسافات أكبر من أي وقت مضى. ومع ذلك فإن هذه المجرات البعيدة تحير العلماء لأنها لا تتطابق مع توقعاتنا لكيفية ظهور المجرات في الكون المبكر. يتحدى هذا التناقض بعض أفضل نظرياتنا ونماذج العلمية، وهو أمر غير مفاجئ مرة أخرى. كلما جمعنا المزيد من البيانات ظهرت المزيد من الأفكار والفرضيات الجديدة لتفسير الظواهر التي لم نتوقعها. لقد كان هذا واضحا على مدار الشهر الماضي عندما نشرت ورقة بحثية كتبها بعض العلماء. تركز هذه الورقة على مشكلة المجرات الضخمة التي تم تحديدها في بيانات تلسكوب جيمس ويب، والتي ناقشناها سابقا على هذه القناة. تستكشف الورقة اكتشاف هذه المجرات وتقترح بعض التفسيرات المحتملة لها. الآن قدم العلماء فكرة أخرى مثيرة للاهتمام، وهي أن وجود هذه المجرات الضخمة يمكن أن يكون تنبؤاً بنظرية بديلة للجاذبية تسمى موند، ديناميكيات نيوتن المعدلة. لا تعتمد هذه النظرية على المادة المظلمة لتفسير الكون. في هذا الفيديو سنخوض بعمق في التفاصيل ونغطي الآتي: 1- ملخص سريع لمشكلة المجرات الضخمة لتلسكوب جيمس ويب. 2- ادعاءات هؤلاء العلماء بأن موند يمكن أن تفسر هذه المشكلة، وأيضا مستقبل علم الفلك والكونيات. ولكن قبل أن نتعمق دعونا نأخذ لحظة لنتحدث عن رعاة هذا الفيديو. وللمفاجأة الجميلة أن من يرعى الفيديو والقناة هو أنت عزيزي المشاهد. نعم أنت، عندما تضغط على زر الإعجاب وتشترك بالقناة وتشارك الفيديو فأنت تساهم في ديمومة هذا المحتوى على يوتيوب. وإذا أردت دعمي بشكل مباشر يمكنك ذلك من خلال استخدام ميزة شكرا أسفل الفيديو، وسأكون شاكرا لك بالمقابل. والآن دعونا نعود إلى الموضوع المطروح ونبدأ بتلخيص سريع لمشكلة المجرات الضخمة للغاية في تلسكوب جيمس ويب. في مارس 2023 أبلغت مجموعة بحثية عن اكتشاف 6 مجرات بعيدة في بيانات تلسكوب جيمس ويب كانت أكثر سطوعا مما كان متوقعا. وكما تناولنا على هذه القناة في ذلك الوقت، فإن المجرات الأكثر سطوعا تعني عادة المزيد من النجوم، مما يعني أن المجرات أكثر ضخامة مما كان متوقعا في البداية. لتقدير كتلة المجرة يلائم العلماء نماذج للضوء المكتشف. عندما طبقوا هذه النماذج وجدوا أن المجرات كانت أكثر ضخامة مما كان متوقعا بالنسبة لمسافتها عنا، نظرا لأن الضوء يستغرق وقتا للسفر إلى الأرض، فكلما ابتعدنا عن الأرض كلما كانت رؤية الكون في وقت مبكر من تاريخه ممكنة. بالنسبة لهذه المجرات الست كان الكون صغيرا جدا في ذلك الوقت الذي نرصده فيه، ووفقا لنماذجنا الحالية لم يكن من الممكن أن تتشكل فيها العديد من النجوم بهذه السرعة، وهذا يفترض أن تكون عملية تكوين النجوم قد حدثت بكفاءة مماثلة لما نلاحظه في المجرات القريبة في الكون الحالي، وهو افتراض مهم. يظل الكون المبكر موضوعا للتدقيق المكثف، وليس من المستغرب أن يشكك الناس غالبا في تقديرات الكتلة المستمدة من المجرات المبكرة. هذه الحسابات محفوفة بالتحديات بطبيعتها. في المقام الأول، لأن تحويل الضوء المرصود إلى كتلة نجمية يتطلب عدة افتراضات. يتضمن أحد الافتراضات الرئيسية دالة الكتلة الأولية IMF التي تصف توزيع كتل النجوم داخل المجرة. في الأساس عدد النجوم الأثقل والأكثر سطوعا مقارنة بالنجوم الأخف والأضعف. عادة يفترض العلماء أن هذا التوزيع مشابه لما نلاحظه في مجرة درب التبانة، أي مجرتنا، لكن هذا لا ينطبق على الكون المبكر. في عام 2023 اقترحت ورقة بحثية أنه إذا تغير IMF حتى ولو قليلا فقد يفسر مشكلة المجرات الضخمة للغاية التي تم تحديدها في بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وبعبارة أخرى، قد لا تكون هذه المجرات ضخمة للغاية على الإطلاق. بدلا من ذلك ربما تكون قد شكلت ببساطة المزيد من النجوم الأثقل والتي ينبعث منها المزيد من الضوء.
ويتوقع العلماء أن النجوم الأثقل كانت أكثر شيوعاً في الكون المبكر، لذا فإن هذه الفكرة تتوافق مع التوقعات. وعلاوة على ذلك، هناك خطوة أخرى بين افتراض IMF وحسابات كتلة المجرة، وهي نماذج تعداد النجوم والتي تقدر مقدار الضوء الذي ينبعث من كل نوع من النجوم، في حين أن هذه النماذج قوية جداً إلى أنها ليست مثالية، مما يؤدي إلى المزيد من عدم اليقين. ونتيجة لذلك، عندما تم الإعلان عن اكتشاف هذه المجرات لأول مرة، شكك العديد من الباحثين بالفعل في تقديرات الكتلة العالية التي أبلغ عنها الفريق البحثي. في سبتمبر عام 2024 أضافت ورقة بحثية أخرى طبقة جديدة من التعقيد. وجدوا أن بعض هذا الضوء من المجرات لا يأتي من النجوم على الإطلاق، بل من المناطق المحيطة بالثقوب السوداء الهائلة الكتلة في مراكزها. إن هذه المساهمة من النواة المجرية النشطة قد تؤدي إلى المبالغة في تقدير كتلة المجرات. وبما أن الفريق البحثي الأول كان لديه إمكانية الوصول إلى مجموعة بيانات جيمس ويب كاملة من مسح كبير، فقد تمكنوا من تحديد المزيد من هذه المجرات الضخمة. وفي حين وجدوا أن هذه المجرات لم تكن بالضرورة ضخمة للغاية، فقد اكتشفوا أن هناك حوالي ضعف عدد المجرات الضخمة في بيانات تلسكوب جيمس ويب للكون المبكر مما تتوقعه أفضل نماذجنا. يشير هذا التناقض إلى أن شيئاً مختلفاً تماماً يحدث في الكون المبكر. ربما تتشكل النجوم بكثافة أكبر، ربما بكفاءة أكثر، أو تتشكل المجرات بسرعة أسرع من المتوقع. وفي كلتا الحالتين تشير هذه البيانات إلى أن هناك شيئاً خاطئاً في أفضل نموذج لدينا للكون، وهذا مثير للغاية. هذا يعني أننا على وشك تعلم شيء جديد. من المهم أن نلاحظ أن أفضل نموذج لدينا للكون تم معايرته لمطابقة ملاحظات تلسكوبات مثل هابل ومختلف المسوحات الأرضية. لا تستطيع هذه الأجهزة رصد ما يعود إلى زمن بعيد مثل تلسكوب جيمس ويب، وكان من المتوقع دائما أن تتحدى بيانات تلسكوب جيمس ويب غير المسبوقة النماذج الحالية، لكننا لم نكن نعرف كيف. والآن ظهرت مجموعة من الفرضيات لتفسير هذه النتائج. تأتي إحدى هذه الفرضيات من بعض العلماء الذين يقترحون أن وجود هذه المجرات الضخمة قد يفسر من خلال ديناميكيات نيوتن المعدلة، ومختصرها موند، وهي نظرية بديلة للجاذبية. تعمل موند على تعديل معادلات نيوتن للأجسام التي تعاني من تسارعات صغيرة جدا بسبب الجاذبية، في حين يتم تصنيف موند تقنيا كنظرية بديلة للجاذبية إلى أنها ليست مقبولة على نطاق واسع مثل النسبية العامة لأينشتاين، والتي تظل الإطار السائد لفهم الجاذبية. تصف النسبية العامة للجاذبية بأنها انحناء الزمكان الناجم عن الكتلة، حيث تتسبب الأجسام الأثقل في انحناء أكثر وضوحا. ولكن نجاح النسبية العامة يأتي مع لنقل تحذير، يقول أنه على المقاييس الكبيرة مثل تلك الخاصة بالمجرات أو مجموعات المجرات، فإنها تتنبأ بوجود المادة المظلمة، وهي مادة غامضة لا تنبعث منها أو تتفاعل مع الضوء. المشكلة هي أنه على الرغم من قرن من الأدلة التي تدعم المادة المظلمة والتي تتراوح من منحنيات دوران المجرات إلى محاكاة تكوين المجرات، لم يتمكن الفيزيائيون بعد من تحديد جسيم يمكن أن يفسر خصائصها. لم يتم اكتشاف أي جسيم خارج النموذج القياسي للفيزياء الجسيمات يطابق السلوك المنسوب إلى المادة المظلمة، وقد دفعت هذه الفجوة المستمرة في الفهم الباحثين إلى اكتشاف نظريات بديلة مثل موند، والتي تهدف إلى تفسير الظواهر الكونية دون استحضار المادة المظلمة. تم اقتراح نظرية موند لأول مرة في عام 1983، ومنذ ذلك الحين كانت موضوعاً لبحث مكثف. يمكن أن تفسر بنجاح ملاحظات معينة مثل منحنيات دوران المجرات، لكنها تكافح مع ملاحظات أخرى مثل اختبار ثنائي واسع باستخدام بيانات من جايا، وهي قصة مختلفة قد نتحدث عنها ببعض التبسيط لاحقا إذا رغبتم، فقط أخبروني بذلك في التعليقات. إذا كنتم مهتمين بالغوص العميق في الفيزياء الفلكية لنظرية موند، فأنا أوصي بورقة مراجعة نشرت سنة 2022 تقدم نظرية عامة شاملة على نقاط القوة والقيود في النظرية، سأتركها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف مع بقية المصادر. تؤكد التناقضات بين ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي ونماذجنا الحالية للكون
على الحاجة إلى أفكار ونظريات جديدة، سواء كان الحل يكمن في الاختلاف في IMF أو مساهمات أخرى أو نظريات بديلة للجاذبية مثل مونت. فإن هناك شيئا واحدا واضحا، وهو أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي يحدث ثورة في فهمنا للكون. مع استمرار العلماء في جمع وتحليل هذه البيانات، فمن المرجح أن نكتشف المزيد من المفاجآت حول الكون المبكر، وهذا ما يجعل عصر علم الفلك هذا مثيرا للغاية. في الوقت الحالي تدعم الكثير من الأدلة النسبية العامة أكثر من أي نظرية بديلة أخرى للجاذبية، وهذا يعني أن الأدلة تدعم أيضا وجود المادة المظلمة للكون. يعرف أفضل نموذج لدينا للكون باسم لامدا CDM، حيث تمثل لامدا الطاقة المظلمة، وهي القوة الدافعة للتوسع المتسارع للكون، وتمثل CDM المادة المظلمة الباردة. الخصائص والمعلومات التي نستمدها من هذا النموذج الأكثر ملائمة مثل عمر الكون مصممة لتتناسب مع الملاحظات التي جمعها العلماء حتى الآن، مثل تلك التي تم الحصول عليها من تلسكوب هابل الفضائي. ملاحظات هابل هي لمناطق أقرب بكثير وأقل قدما من تلك التي يمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي أن يرصدها. الآن قد يغير تلسكوب جيمس ويب ما نعرفه بشكل أساسي، وهذا ما يزعمه كتاب الورقة البحثية، ويقولون أن هناك أدلة في بيانات تلسكوب جيمس ويب تدعم نظرية مونت. هذه المجرات الضخمة للغاية التي حددها الباحثون كانت في الورقة متوقعة من قبل موند منذ أكثر من عقد من الزمن. في الختام أود أن أقول أنه من الواضح أن تلسكوب جيمس ويب يكشف عن فجوات في فهمنا للكون. هذا هو العلم في طبيعته، تطوير الفرضيات وجمع البيانات والتكرار لمحاولة الوصول إلى الحقيقة. مع المزيد من البيانات والاختبارات قد نحدد يوما ما إذا كان الكون يعمل وفقا للنموذج الذي نعرفه أو بدون المادة المظلمة. شكرا للمشاهدة، أخبرني برأيك في التعليقات وسأكون مهتما بقراءتها بالتأكيد، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة، وانتظرني في فيديوهات قادمة.